هذا الطريق هو طريق يا حسين في ميسان، سمي بهذا الاسم لأنه يربط البصرة من جهة ومنفذ الشيب من جهة أخرى، الأمر الذي جعله ممراً لتفويج زائري كربلاء ذهاباً وإياباً. نحو 700 شاب من ميسان أطلقوا حملة كبرى لتنظيف هذا الشارع بعد فترة الزيارة. الحملة استمرت 4 أيام بدءاً من يوم الاثنين الماضي. الحملة لم تقتصر على المسلمين فقط، حيث يشارك فيها عدد من الشباب المسيحيين والصابئة المندائيين، وبحسبهم فإن صورة البلاد بالنسبة للأجانب المغادرين مسؤولية الجميع. ونحن الآن في محافظة ميسان نمثل رمز للتعايش السلمي، ومحافظة ميسان تعيش فيها كل الأقليات الدينية، الصابئة المندائيين والمسيح وكذلك القوميات الغير العربية. لم تقتصر الحملة على التنظيف فقط، فالميسانيون استعدوا لاستقبال الزائرين، إذ نصبت المواكب مرة أخرى، والمغادرون من هنا سيجدون الخدمات التي توافرت لهم أثناء الطريق إلى كربلاء. إخواننا من المنظمات المجتمع المدني، إخواننا من الطائفة المسيحية الكريمة، وإخواننا من الطائفة الصابئة المندائيين الكرام، بالتعاون مع قيادة شرطة ميسان، حملة للقيام بتنظيف الطريق يا حسين. العتبة العباسية كانت قد أعلنت أن العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء بلغ أكثر من 22 مليون زائر في المناسبة الدينية الأشهر في العراق. من ميسان، حمزة الأسدي، يو تي في.